الشمس حارقة وتسخن الحبوب وتفرقعها. ليس جيداً، ليس جيداً بالطبع. علينا بناء سقف لحجب الشمس. هيا. مرحباً يا جيرا. أوه، كافي كارل. الكراسي لمقهى الفشار. إذن كيف تسير الأمور؟ لماذا الفشار يفعل هكذا؟ ماذا حدث؟ حرارة الشمس تفرقع الفشار، لكن لا تقلق، سنبني السقف الآن. هيا جميعا ابتعدوا. هذه كارثة فشار، لن أتمكن من فتح المقهى. أسفة يا كافي كارول، الشمس لا تزال تفرقع الفشار، تصنع المزيد والمزيد. ماذا سنفعل؟ رابل يأتي مسرعا. هكذا. حسنا، انتهى الأمر. الآن لن تفرقع الشمس الحبات. تلك فكرة رائعة يا رابل. هناك فشار في جميع أنحاء بلدر كوف. هذه مهمة تنظيف كبيرة. هل قلتم مهمة تنظيف؟ حان الوقت لبعض أعمال الكنس. ويلر، اكنسها وسأحملها. وبينما تعملان، أنا وتشارجر سنعيد تركيب هذه الجدران. كافي كارول، أحضر حبوباً أخرى، سنقوم بالتنظيف وبناء مقهى الفشار. لن نخذلك. أنتم أفضل جراء. هيا، هيا بنا. ننطلق. هذه وظيفة فرش الكنس. أنا آلة نظيفة. المجرفة رابل يأتي مسرعا. علي العثور على حبة الذرة. الوقت ينفد، علي إحضار المزيد. من الصعب تنظيفها بالمكنسة. شكرا يا جراء. كومة الفشار آتية إليك. 3، 2، 1. شكرا يا رابل، سأحملها بعيدا وأقابلك في مقهى الفشار. الشوارع نظيفة. أكرر، الشوارع نظيفة. وجدت حبة الذرة، يمكنني فتح المقهى. ليس بعد، نحتاج إلى سقف. أنت محق، لا يوجد سقف، الجميع سيأتون الآن. ماذا سنفعل؟ ألن يكون ممتعاً إذا صنعنا سقفاً باستخدام الرغوة وسأجعله يبدو مثل الفشار؟ فكرة رائعة يا ميكس. هيا يا جراء، هيا نصنع السقف. لدينا شكل الفشار، والآن سنجعله مثل الفشار. رغوة الرذاذ الناسف. سألونها لتبدو حقيقية. سقف من الفشار لأعلى. بهدوء، اخفض، ليس بسرعة، وتوقف. حسناً، لنثبته الآن. واو، واو، أنا أحبه، إنها فكرة رائعة، تحولت إلى مقهى فشار رائع. شكراً يا جراء. على الرحب يا كافي كارول. الآن يمكنني العمل وإخراج الفشار من حرارة الموقد وليس الشمس. يا عائلتي، عمل جيد. وقت الغناء والاهتزاز. بنينا مقهى فشار. رابل والطاقة، وهو رائع. هذا ما نفعله. ومزيد من بو. موتور حطمت
المدرج، والآن ويلر سينظف. اجعلها نظيفة، هذا هو الحل. حصلت عليها والآن ألقيتها. هنا يأتي تشارجر. تفضل يا ويلر. شكرا تشارجر، أنا آلة نظيفة. كاميلا عائدة مع هدية موتور، حان دور ماكس لتقوم بعملها. أكياس الإسمنت لماكس. شكرا يا تشارجر. استعداد، تصويب، اسفل. والآن نحتاج إلى جرو لكي يمهده. الموتور تسير بسلاسة، والبطة تسير بسلاسة أيضاً. المدرج جاهز. عمل رائع يا عائلتي. لقد جاءت، ها هي كاميلا. سأخبرها أننا جاهزون. من رابل إلى كاميلا، المدرج جاهز. هذا جيد يا رابل، ولكنني لا أرى مكان المدرج. أولا، حل الظلام. كاميلا لا تستطيع الرؤية. أنا آسفة، ليس هبوطاً آمناً. سوف أستدير وأعود. لا هدية لموتور يا بطة. آسفة يا موتور. أتمنى أنه يمكننا أن نعيد الشمس حتى تضيء المدرج. تشارجر، لا يمكننا ذلك. ألن يكون ممتعاً إذا أضأنا المدرج بأضواء ساطعة؟ إضافة الأضواء، إنها فكرة لامعة. سترى كاميلا المدرج وستستطيع الهبوط مع هدية موتور. كاميلا، عودي مجدداً، سنصنع أضواءً. سأحلق لفترة أطول قليلاً، لكن الجو مظلم هنا. حسناً يا عائلتي، ليس لدينا وقت. سأتصل بالعمة لإحضار الأضواء، نستطيع فعل ذلك. الأضواء قادمة. شكراً يا عمة كريم. أروني مكانها وأنا سأثبتها. الضوء. هيا يا موتور. ستضاء الأضواء خلال 1، 2، 3. كاميلا، المدرج جاهز. جديا هذه المرة. حسنا يا رابل. أهبط إليكم الآن. رابل والطاقم، عمل جيد. المدرج رائع والأضواء ساطعة. جاهزة للمفاجأة يا موتور؟ واو واو، أجل أجل أجل. ما هذا؟ ما هذا؟ هيا، سنحتاج للعمل بجميع الشاحنات سويا. متحمسة للغاية. 1، 2، 3. اسحبوا، استمر. عيد
غير آمن هناك؟ ماذا عن الوضع هنا؟ أنا أريد أن أنزل. أوه، أنا لدي فكرة، استعملي السلالم. حسناً، سلالم. بنيته بسرعة ونسيت بناء السلالم. أنقذوني. روبل، إذا لم يستخدم السلالم كيف سيقوم بالنزول؟ هناك دائماً حل بناء، سنقوم ببناء شريحة. هيا بنا نبني. على وشك الانتهاء، آمل أن يسير البناء على ما يرام. تشارجر، ارفع الشريحة وسوف أدعمها بالجرافة. هنا يأتي تشارجر. روبل يأتي مسرعاً. وقت العمل الجماعي يا تشارجر. حسناً يا سبيد مايستر، انزلق الآن. ولا تنسى أن تقول وي. هذا أفضل جزء. أنا لا أعرف، هل سأظل هكذا بطل بيلدر كوب؟ لا تهتموا، أنا ذا. مرحبا، الأرض اشتقت إليك. سيد سبيد مايستر، كيف بنيت متجر الدراجات قبلنا؟ أنا أعتقد أنني أعرف، أخذ منا الأشياء لبنائه. صحيح ذلك. حسناً، أدرك الآن أن ما فعلته كان خطأً وأنا آسف جداً، لكنني أخذت كل الإمدادات. هذا يفسر سبب تأرجح المبنى. سبيد مايستر لم يستخدم الخرسانة لبناء الأساس. كم هو مثير رؤية متجري للدراجات على وشك السقوط. لا، كل ما يمكنني قوله هو هذا خطأي، علي الانصراف وداعاً. لنجعل متجر الدراجات هذا آمناً. استعداد، تصويب، بناء. أجل ميكس، الآن سنبني متجر دراجات آمن. فلتتابعونا، هكذا العمل. أوف، أداة اللحام. انتهيت، هذا المتجر آمن رسمياً وجاهز للدراجات. واو، يبدو رائعاً حقاً. مهلاً، أين الدراجات؟ يجب أن تكون هنا الآن. شاحنة كاميلا هناك. رائع رؤيتكم جميعا ايضا. هل طلب اي شخص شاحنة مليئة بدراجات الاطفال؟ ياي، الان لدي دراجات اطفال تكفي الجميع. يا عائلتي، انه وقت الغناء والاهتزاز. بنينا متجر الدراجات. روبل والطاقة، وهو رائع. هذا ما نفعله. ليلي، يوم دراجات بلدر كوف في انتظارك. هيا يا ليلي، هيا يا ليلي، هيا أحسن. انظروا إلي، أنا أركب دراجتي كبيرة وحدي. ها أنا ذا، أحب مقعد الدراجة.